السلام عليكم. قال الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. وهذه الجملة تعني أنه لا يتحتم في مقابل إعداد العدة والأخذ بالأسباب حصول النتيجة المرجوة دائما، وذلك لأن النتيجة في النهاية تتعلق بأمر الله عز وجل وبمشيئته وبتوفيقه وبحكمته. لذلك من اعتمد فقط على علمه ضل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جسمه كل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا مل ولا ضل ولا اختل. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أيها الناس توكلوا على الله وثقوا به فإنه يكفي ممن سواه. أحسنوا لأنفسكم بأن تثقوا فيما عند الله، وتوكلوا دائما في كل أموركم على الحي الذي لا يموت. والله يحفظكم ويحفظ أهلكم.